السلام عليكم اخويا. حنا كنتواجدوا هنايا بمدينه زيو، والمطالب ديالنا اخويا المطالب مشروعه، المطالب ديالنا مشروعه، وكنطلبوا غير بالحق ديالنا، كنطلبوا بالاخر بالطوناج يتعدل، وكنطلبوا خويا بتخفيض الغازوال. الغازوال اللي تقريبا حنا كان تقريبا تقدينا مع اوروبا، وإلا مشات الامور هكا راه الشعب مضرور، الفلاحه مضرورين، مالين الساعه مضرورين، مالين الكرويات ما عندهم ما يوكلوا. المهم كاين الناس اللي مضروره بزاف، وكنطلبوا من الحكومه هذا الشيء هذا راه يعني طال، هذا الشيء هذا راه بزاف. يضرب الصحيح ديال الموت، حتى حنا مواطنين، حنا واش ماشي مواطنين، حنا مواطنين، يضرب الصحيح ديالنا كاملين. دابا هاد الدول هذا الاخر ديال المازوت الصاروخي اللي طالع، فين غاديين بها؟ الا ما احتجيناش وما طلبناش حقنا، راه عمرو راه ما غادي يوصلوا 15 درهم هاد الناس هادو. هاد الحكومه هذه خصها دير معنا حل، خصهم يشوفوا هاد الشعب ديالها راه كيعاني، كلشي كيعاني، الناس راه وصلوا للعظم. اخوان دابا حنا كنطالبوا بهاد المطالب ديالنا، هاد الحموله هذه اللي راه تقهرنا بزاف، تقهرنا والله الا تقهرنا بالله العظيم، تقهرنا حنا وتقهروا الشاحنات وكلشي تقهر. مازوت غالي بزاف، والانسان غادي اخويا فابور، خدام فابور، واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الانسان والله العظيم الا راه بنادم الانسان تقهر صراحة. راه ما 2007 ولا 2008 وحنا كنعانيو، ماشي غير اليوم دابا. ملي تسدت هاد العين ديال هاد بني درار هادي صافي، انسان صافي والله. حنا هزينا الاعلام، ما قديناش اخويا صافي. السي عبد الجليل واخا تولي عامر، تمشي عامر وترجع عامر، كتشد لك 1000 درهم، كتشد لك 1000 درهم ثانية سيمانة ديال مثلو، كضرب 1200 حتى للدار البيضاء تمشي وترجع، كتشد لك 1000 درهم 150 فرنك ديال من؟ ديال اش؟ 10 ايام ديال واش ديال الرويد؟ واش ديال السائق؟ واش ديال 5000 درهم؟ بنو داير 5000 درهم العجله الضريبه زادوا علينا، كنا كنخلصوا كما نقولوا حنا 225 فرنك عام، كيقسموه لنا على جوج، 6 شهور 6 شهور، دابا ولا عام كتخلصوا ضربه واحده 4500 درهم. كنطلبوا ينقصوا لنا في الغازوال، الغازوال ينقصوا لنا بعدا غير واحد جوج دراهم هي القليله، بعدا يوصل 7 دراهم بعدا مزيان. والحموله هاد الحموله اخويا يعطيونا يطبقوا لنا هذا، يعطيونا يزيدوا لنا في كارت كريز، كاين اللي عنده 14 طون راه غيضرب بزاف، فهمت؟ مازال مور 17 طون، كاين اللي عنده 17500 بعدا شويه، مور 14 طون راه غياكل الدق. واخويا واه تهضر عليا اخويا ابو تهضر عليا يونس، واش غادي نقول لك؟ هاد الكاميرات الصغار يزيدوا لهم في الطوناج، يعاونوهم شويه، ما تبقاش 3 طن و500، راه 3 طن و500 راه خاويه، راه عنده راه فيها الاعتقال. فين هاد الحقوق اللي عند الشيفور؟ كيخدم الليل والنهار ب 3000 درهم، فين هو هاد الحقوق؟ دابا سائق كيقول لك سائق مهني، شو سائق مهني؟ سائق مهني، شو الحقوق السي عبد الجليل؟ راه ماشي هادشي ماشي معقول. هاد البطاقه المهنيه عاود اللي زادوا لنا دابا راه كارثه هاد. بحال دابا خويا انا مدوز 6 شهور ديال الحبس مدوزها. قال لك 3000 درهم باش مشيت تقرا شهر وتقيس، اسمو غناكل انايا وانا عندي الدار ديال الكرا، وشنو غنصور في هذا الشيء؟ وشنو ايوا واش غادي نقول لك؟ تحيه نضاليه للسائقين كاملين المهنيين ديال المغرب.